طيب يا حبيبتي خلص ولا يهمك. لا 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 انا بقول له انت بس ما تزعلي. يلا باي باي. وبعدين معاها فيفي ايش مالها يا دلال؟ مش راضي تروح على الجامعه بسيارتها القديمه. صدقيني فيفي بتعز علي. موديل سيارتها يا ستي السنه هذه لسه ما نزل. الله يخليكي قولي لها تاخذ اي سياره من هالسيارات. قلت لها ومش راضي مصممه الا تروح بسياره من نفس موديل سيارتها. يا سلام يا سلام. طب اسمعي شو رايك تعطيها سيارتك السبور؟ طيب قولها انت وين هي هلا؟ عم تسبح. الله يخليك تروح تحكي لها قولي لها بقول لك بابا خذي سيارة السبور انا متاكد راح توافق. بحاول. الله معك يا دلال. اخ اخ انا مش عارف عن جيل هاليوم بطلوا يقبلوا باي شيء. سأل الله على ايامنا اي سياره كنا نرضى فيها. كل يا منصور ابني كل تحت امك تحت امك كل يا ابني كل كل ايوه بدي اياك شاطر هذا بدك تصير زلمه. كل يا ابني خليل كل يا ابني كل كل يا منصور كل كل لك رقم انت. والله ما لي نفس يا ابن الناس. يا بنت الحلال افطر اي الخبزات اليوم بفتح على النفس. شوف كيف مقحم شات الحمد لله. الله يديم علينا النعمه. الحمد لله. وبعدين هذا بتضل تدق السنه؟ لو بقعد 100 سنه يدق فوق روسنا ما بطلع من هالغرفتين. ادفع له الاجار المكسور ببطل يدق. لما الله يرزقنا بنعطيه، احنا مخبين عليه المصاري؟ يلا يا باب افطروا افطروا. افطر يا ابني. اسمعني يا باب. يلا عم ادرسكم يلا عم ادرسكم. يلا عم ادرسكم يلا. يلا عم ادرسكم. الله معك الله معك. يلا نوع السيارات. نعم خذ معك شويه خبز لاخوانك ها رغيفين نقسمهم ونحطهم بشنتكم. الله معك يابا. الله معك يابا. الله يحفظكم يا ربي. شو مقعدك يابا؟ ما تروح مدرستك؟ ما عنديش كندره البسها. ايه ما عنديش كندره البسها. خذ هاي كندره يابا ومشي حالك اليوم فيها. شو يضحك علي الاولاد؟ تصير يضحكوا علي الاولاد. قال اعطي كندرتك خليه يمشي حاله اليوم فيها. كيف يا ابن الناس يروح في كندرتي على المدرسه؟ بدك الاولاد اصحابه يضحكوا عليه؟ وبعدين يابا اسمعي جارنا ابو علي هذيك النهار قال لي على كندره. اسمع بتروح على جارنا ابو علي بتقول له بسلم عليك ابوي وبقول لك اعطيني الكندره اللي قلت له عنها. يلا ابقى. يلا يابا يلا يابا يلا هات خلنا اعمل لك البلوزه خليك الله شغلك. يلا الله يديم هالنعمه علينا ونشكر الله نحمده دائما على هالنعمه. احنا بعدنا احسن عايشين من غيرها صح ولا لا؟ مظبوط. هاي كل شيء موجود الحمد لله. الله من عم فضل. يابا شو مالك؟ تعال 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 جاي. شو مرجعك؟ بعدك ما وصلت المدرسه شو مالك؟ طول بالك علي تنسمع شو ماله يا زلمه. طول بالك بعد ما وصل المدرسه رجع. طيب. شو ماله؟ طول بالك. ايش فيه؟ شو بدك؟ بده 6 قروش يشتري دفتر. ومنين اجيب له 6 قروش؟ ها ولا كيف لاولادها تتعلم؟ كل يومين ثلاثة بدي دفتر، كل يومين ثلاثة بدي محاية، كل يومين ثلاثة بدي مسطرة. يابا روح على المعلم قول له ان شاء الله بكره ابوي بدبر الدفتر. بخاف المعلم يضربني يا روح روح حسبه. شو يضربك؟ روح حسبه الحقك روح حسبه في الحقك. اكتب لنا خلينا نروح نترزق، خلينا نروح على المعلم نشوفه هذا. ما تدبرينا من اختك انصاف نيرتين خلينا نمشي حالنا فيهم هالتالي هالاسبوعين. والله يا ابن الحلال اني خزيت من كثر ما طلبت 3-4 مرات والله انه ذبت. يلا 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 اكتبي لي اياها. يا رب تفرجها يا الله. توينتي لا 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 صحته هاليومين مش عاجبتني. توينتي انا عارف ايش مال صحته. شايف كيف اعصابه تعبانه؟ اطلع عليه كيف زي الغزال. اطلعي انا عارف كيف. ايش غزال مش شايفه ضعفان؟ نزلوا ايتين 4 علب لحمه عم بعطيه انا عارف. توينتي اسمعي شو رايك اخذه اليوم على الدكتور؟ الموضوع مش موضوع دكتور. المعلبات اللي بحب ياكلها توينتي انقطعت. انت مش حكيت لي انك طلبت شحنه مستعجله؟ صدقيني اتصلت في المانيا 4 مرات وبعثت لهم 5-6 مرات فاكسات
انا عارف ليش اتاخروا في الشحنه. مش معقول، انت اللي مش مهتم بالموضوع. انا مش مهتم، شايف كيف اعصابه تعبانه. طيب مش معقول هيك. هاي قدامك تونتي. بدي احكي مع كل. المانيا كل يلا حتى تتاكدي. انت طعميك اطعميك اطعميك. هلو. طيب طيب هلو. طيب ايش مختهر هانس؟ يا يا يلا كل. هيو 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 بيتا يا كل كل با باس از داس هون هون سنتاجا. لا يا لا 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 كل يلا ماينه دوغز نيشت اسن. ايش موس جيهن ناخ دويتشلاند نوخ اين ووخه. يا اوكي اوف ويدر زين باي. وانت مع مين عم تحكي؟ مع هانس. اعطيني انا بحكي معه. تفضلي. الو 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 الخط انقطع. يا ستي هاي الخطوط الخارجيه دائما هيك. يا كل كمان يلا 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 كل. خلينا نوطي هالبابور. خلينا نوطي. الحمد لله الغرفه صارت زي النار. الله يديم هالنعمه علينا. دفى وعفى. عاد هاي سلافتها. قولي لها لجارتك انت فسقاني فسقاني. بس هيك قولي لها، قولها هيك وقول لجوزي. بيني وبينك يا ابن الناس يخلف عليها جارتنا، مش بكفي قاعده بتعالج الاولاد ببلاش؟ هي ممرضه قالت لي اولادك ما بيهم اشي بس بدهم تغذيه. والتغذيه ما بتزبط غير في اللحمه؟ ما بتزبط غير في اللحمه يا ناس، غير في اللحمه. واحنا شو رضينا ناكله؟ انا وانت وامكي وابوكي وامي وابوي. زماننا غير زمانهم. يا بنت الحلال فكونا من هالسلافه. بس اشكر الله اشكر الله هالنعمه. قال لحمه ايش بالخم لخمه. والله شايف كبوت المهير هاد؟ بدي اياه، عاجبني كثير. يا ستي خلينا نشوف لو سمحت. شوف ما احلى. حلو فعلا، حلو حلو كثير. ولونه بعدين يعني. طيب اول امبارح اجاكي كبوت بني من لندن، شو ماله؟ لا 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 ما عجبني. لا يا ستي حاضرين، هذا احلى. بعد بكره ان شاء الله انا طالع على جنيف بجيب لك واحد زيه. طيب حاضرين. اخليهم يحضروا لك الفطور. ماليش نفس يا دلال. انت ليش منرفز حالك وزعلان؟ كيف ما بدي انرفز، كيف ما بدي انرفز؟ هدول ربع مليون دينار مش دولار، خسارة هذا الحكي. ايش يعني؟ ايش يعني ربع مليون دينار يعني؟ تزعل حالك مشان ربع مليون دينار؟ الله يسامحك يا دلال. صفقة تجارية كنت بدي اربح فيها مليون ونص، اربح مليون وربع. يعني بتطلع عندي ربع مليون خسارة. معقول ما انرفز ولا ازعل حالي؟ لا لا لا، بهاي الشغلة ما معك حق. ربع مليون دينار ما بيزعلوا، وبعدين فداك ايش يعني؟ يا ستي شوف شوف ما احلى هالبلوزة. حلوة. تخطخ يا هالمية. بح بح بح. صب صب هانا عجل هذا عجل هذا. صرطينا في هالمية، مية باردة يا بنت الحلال. صب هانا صب هانا هانا هانا. حب يا 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 هون هان 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 هان. أيوة. وين البشكير؟ وين البشكير؟ قال يحبسوني، بدهم يحبسوني يحبسوني. وإيه قالت لك بدهم يحبسوني؟ توكل على الله يا ابن الناس. احنا بألف نعمة لسه، هاي جارتنا أم موسى عليها جوزها 500 دينار وما حبسوه. يا بنت الحلال بس يصير معي 10 نيرات بسدهم، أنا بدي حج. وبعدين ما عمر مديون انقطع راسه. خلينا نروح دار ابو رياض. امبارح قال لي ابو رياض بتمر علي في عندهم اكمل لبنه، بدي نقول لهم اياهم بلكي صحنا اكمل قرش. الله رزقنا يلا بلكي زفرنا هالاولاد. والله قولتك. بدك اغراض شيء؟ جيب لي معك خبز وزعتر وملح، وجيب نص وقيه لحمه ولا يهمك مفرومه. ولا يهمك، احسن نص وقيه بخليه يتنقى لي اياها من الفخذ ان شاء الله. يلا دير بالك على الاولاد بس يجوا من المدرسه ان شاء الله. الله معك غديهم ان شاء الله. الله معك. يلا السلام عليكم. مع السلامه. شو رايك السنه نصيف في هاواي؟ عجبتك هاواي؟
حاضر. ميرسي. والله ما انا عارف كيف بدي ادبر مصاري، بدي اروح ازور ابوي مريض. انت شايف الحال، يا امي صار لها 3 أشهر مريضه، لا قادر اخذ لها غرض معاي ولا معانا اجار طريق، وانت عارف البير وغطاه، لفينا عهد جيران ولا واحد معطينا قرش. شو بدنا نسوي؟ شو شايف يعني انت؟ انت تدبر لي كم قرش؟ والله يا زلمه صار له مريض من زمان وما رحنا زرناه. الله يقومه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا بيفرج علينا. ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب تفرجها يا الله. يا رب.